ويعني هاي الوقفة يعني هي رسالة أولا إنا لمجتمعنا لأبنائنا، وبالأول هي للحكومة وللشرطة. شفتوا يعني الشرطة موجودة هنا للأسف الشديد، لازم تكون بأماكن أخرى، لازم تكون مواقع الجريمة، لازم تمنع الجريمة الجاي. هم جايين هنا يمنعوا مظاهرة اللي هي مظاهرة سلمية ومظاهرة صامتة، هاي واحد. اثنين، نعم برضو لمجتمعنا يعني ضروري جدا انه لمجتمعنا يصل انه احنا لازم نغير بانفسنا مشان نرتقي ونكون مجتمع افضل، ومشان على الاقل يعني يكون هاي الرساله لابنائنا ولمستقبلهم انه يكون افضل ان شاء الله رب العالمين. عمي هاي اكل واجب ان احنا نقدر نسويه اليوم. احنا مش شرطه ولا حكام في الارض هنا، احنا كنا منكوبين. اليوم احنا بشبه منبوذين في هذا المجتمع في هاي الدولة. أبنائنا كلها رايحة على الهاوية، أبنائنا كلها تتوجه للعنف، وإحنا فيش إنا أب في هاي الدولة. أخرى مرة إحنا يا ريت نطلب من هاي الشرطة اللي كاذب حوالينا هنا، مش عارفين هم بحرسونا ولا بحرسوا حالهم، بحرسوا الدولة من وقف احتجاجية صامتة اللي بس منعبر عن شعور ومنعبر على العنف اللي مستشري في بين المجتمع بين أبنائنا. يا ريت المحبة والتسامح يدب قلوب أبنائنا، وكل يوم من نام نفكر إذا بنقعد أخرى ساعة أو نص ساعة على أصوات الرصاص والجرائم اللي فيش. ما نمناش ليلة وما صباحنا في جريمة جديدة. ربنا يرحمنا ويبعد الأذى عن الجميع. الآن إحنا بعد خطبة مليئة، بتوقع إن الشيخ مشهور قام في كل سد الثغرات في أسباب العنف الجريم والتفكك الأسري، وقبل أن يحكي عن توزيع السلاح الفاشي في والمنتشر بالغير القانوني، حكى عن تأثير التفكيك الأسري وبعدنا عن الدين، وكمان حكى عن أسباب كثير تسبب إلى الإجرام. هي وقفة الآن احتجاجية هادئة صامتة غاضبة ما بعد الخطبة اللي أثرت بكثير من الشباب وبكثير من الرجال والنساء، وقفة تشهد على إن إحنا إنسان لغتنا لغة الحوار، وتربينا على قيم الحوار والنقاش، وقيم اللي فيها نحترم الجار ونحترم الغير، وحبذا لو تعود هذه القيم الفحماوية، قيم الأصالة، قيم الشهامة إلى أم الفحم. الرسالة هي طبعا إحنا أول شيء بنوصل رسالتنا للشرطة وقيادات الشرطة بما يحدث في وسطنا العربي عامة وفي أم الفحم خاصة، من قتل، من تخريب. هذا الإشي يعني بغفر أكلج إنه فعلا بأهمية الشرطة، يعني لازم ينحط في الأولويات الأولى من قبل الشرطة. ولكن هناك مركبات اثنين برضو. احنا منوجه رسالة للأهالي، منوجه رسالة للأهالي انهم يدير بالهم اولادهم، يحافظوا اولادهم، يتصاحبوا معهم، حتى يرتبطوا معهم، يسألوهم وين بتروحوا وين بتيجوا، عشان الوضع فعلا الوضع يعني مخيف جداً.